السلام عليكم برادرز و سيسترز انا سهيلة و انتم تشاهدون اليوم سنتعرف على الفرق بين ثلاث كلمات يعبرنا عن الملكية وهي هوز هو who و هو لنبدأ على بركة الله لنبدأ أولا بكلمة هوز هوز ليس لها ترجمة مفهومة باللغة العربية لذلك سنستعين بعدة أمثلة لنفهم معناها في كل جملة لنركز ونبدا مع المثال الاول This is the man whose phone was lost This is the man whose phone was lost ترجمه هذا هو الرجل الذي هاتفه قد فُقد في هذه الجمله whose تعبر عن الملكيه فقد بينت لنا هاتف من قد فقد. the man whose phone was lost الرجل الذي هاتفه قد فقد. man whose phone الرجل الذي هاتفه فيمكن قول أن في هذه الجملة هوز بمعنى الذي الذي هوز فون الذي هاتفه فون بمعنى هاتف تبقى لدينا كلمتين الذي زائد حرف الملكية ها الذي يأتي في آخر الكلمة فهوز تشمل هاتين الكلمتين الذي زائد حرف ها لنرى مثال آخر ممكن أن نعيد صياغة الجملة السابقة فنقول This man lost his phone. This man lost his phone. هذا الرجل فقد هاتفه. كلتا الجملتين بنفس المعنى وكلتاهما صحيحتين. People whose salaries are below the minimum wage will get an extra rise. People whose salaries are below the minimum wage will get an extra rise. الناس الذين رواتبهم أقل من الحد الأدنى سيحصلون على زيادة في الرواتب. في هذه الجملة كذلك هوز عبرت عن الملكية فقد بيّنت لنا رواتب من؟ people whose salaries. people whose salaries الناس الذين رواتبهم في هذه الجملة كذلك هوز تعبر عن الملكية فقد بيّنت لنا رواتب من؟ هوز سولوريز الذين رواتبهم فنقول House salaries الذين رواتبهم salaries رواتب تبقى لنا لدينا الذين وهم فhouse تشمل الذين زائد حرف الملكية هم This is the woman whose dog went missing This is the woman whose dog went missing. هذه هي المرأة التي كلبها مفقود. هنا نحن نتكلم عن الكلب. فكلب من؟ كلب المرأة. فهوز تبين لنا كلب من فقد. Whose dog التي كلبها؟ Dog بمعنى كلب. يبقى لدينا التي زائد حرف ها وهوز تشمل هاتين الكلمتين This film is about a man whose wife betrays him This film is about a man whose wife betrays him هذا الفيلم عن رجل زوجته تخونه في هذه الجمله كذلك "هوز" تعبر لنا عن انتماء الزوجة للرجل. من خلال كل هذه الجمل، نرى أن "هوز" في العربية تأتي, تأتي على هيئة التي أو الذي أو الذين زائد حرف الملكية "ها" وكقاعدة لهوز دائما ما تأتي هوز زائد اسم بالنسبة للكلمتين هوم and هو كذلك ليس لهما ترجمة واضحة فسنتعرف على معناهما من خلال هذه الأمثلة التالية This is the man who met me yesterday this is the man who met me yesterday هذا هو الرجل الذي قابلني بالامس لنرى الجمله الثانيه this is the man who i met yesterday this is the man who i met yesterday هذا هو الرجل الذي قابلته الامس لو نرى الفرق بين الجملتين فالجملة الأولى مثلا هو يأتي بعدها فعل اللي هو مات وهنا هو تعبر عن الفاعل اللي هو the man أما في الجملة الثانية فيأتي بعد فاعل اللي هو آي ولكن مع هذا فكلتا الجملتين لهما نفس المعنى This is the man who bought our car. This is the man who bought our car. هذا هو الرجل الذي اشترى سيارتنا. This is the man who we bought our car from. This is the man who we bought our car from. هذا هو الرجل الذي اشترينا منه سيارتنا. في هذه الجمله هم تعبر عن الفاعل اللي هو وي بمعنى نحن بصياغة أخرى يمكن قول We bought our car from this man We bought our car from this man اشترينا سيارتنا من هذا الرجل نستنتج أن هو وهم لهما نفس المعنى لكن هو اكثر استعمالا في الحياه العاديه اما هم فنستعملها اكثر في المعاملات الرسميه تلخيصا للدرس هوز هوم وهو كلمات تعبرنا عن الملكيه ولهن نفس المعنى هوز ياتي بعدها اسم هوم ياتي بعدها فاعل اللي هو الضمائر وهو ياتي بعدها فعل ودائما ما تعبر عن الفاعل